السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيد. قبل ما نبداو الموضوع تاعنا جماعه، ماذا بكم بارطاجو، اعطونا الجيم كومونتير باش نوصلوا المعلومه المؤكده، يعني وين غادي نتكلموا على طريق الجزائر نحو الكاف وست معطيات من داخل مقر الهيئه بالقاهره، يعني وثمن معلومات واجب نشرها. قبل يعني نشوفوا وين كاين الناس منا من الجزائر، خاصة من أصحاب العصابة الخطيرة اللي تكونت من 2017، زادت تقوات بعد كأس إفريقيا اللي نورمالمو يديروا بها يخدموا بها للجزائر، كونوا بها كأس إفريقيا الملعونة. هذه كأس إفريقيا اللي جبناها ملعونة ملعونة، أنا نقول لكم خاطش على ذي كأس إفريقيا وين كونت لنا جبابير، لولا يعني رجال اللي وقفوا في وجوههم. اليوم كرة زعما كبر مكاش كاع، المهم مكاش، المهم رانا نلعبو كرة بصح مكاش، هذه هي المهم التقديس وراه الآخر. لكن كاين رجال اللي وقفوا هذه العصابة الخطيرة اللي إن شاء الله بربي نشوفوهم في السجن يا خويا، نشوفو في الحبس إن شاء الله بربي، هذه هي اللي نتمناوها. وإن العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية بدأت تظهر مؤشراتها في العديد من الملفات. أنا كي نقول لكم كيما هذا الناس، يعني كان اللي راه يتكلم معنا مجمعة تاع العصابة تاع كرة القدم، يعني وين تهديدات ونشكو بيك ونديرو، راهم شاكين وراهم دايرين، وحنا راه نهضرو الدعوة في العدالة. العدالة احنا برانا رانا ننشرو، انا نشرت واش قالت العدالة، ننشرو نتكلموا على الفساد اللي كنا عايشينه في كرة القدم. تشكيل ويقول لك والله العظيم يا ذا صادي تاعكم ما يطلع، انا صادي مشي تاعي، انا ميكان زاتشي كنت نقول لهم يا ودي لازم ندخلوا، لازم نخلوهاش خاويه في الاتحاد الافريقي، خاطر غادي تجي 2022 2023 2024 غادي نصيبوا روحنا ضعاف. كنا نهضروا فيها كيما هاك، كنا نقول لكم ناس يتغير في خريطه الطريق، كنت نهضر فيها كيما هاك، كنت نقول لكم دبلوماسيه رياضيه، الناس كانت تعاير فيا وشي عارفه كاع. بصح اليوم شوف وين رانا، وراك تشوف كيفاش راهم يحاربوا في وليد صادي، راك تشوف انا يقولوها لي ديرك في التليفون، والله يا ذا صادي ما يربح، والله يا ذا صادي ما يطلع، والله يا كيما هاك. بصح تشوفه في التلفزيون يهدر لك هدره يدير لك لا جماعه حنا ماذا بينا صادي، هو لا راهم يديروا الكل في الكل بس صادي ما يطلعش، وراهم يديروا الكل في الكل بس صادي ما يفوتش العهده الاولمبيه الجديده. هذه راني نقول لكم انا واش كاين. وين العوده القويه الدبلوماسيه الجزائريه على الساحه الدوليه بدات تظهر مؤشراتها في عده من عديد من الملفات، وما قال يعني حول هذا الشواهد هذه المؤشرات يسال البعض ويقول كيف ذلك. وين واجب بالقول هناك شواهد عديده بان القائمين على الكره العالميه والافريقيه يريدون عوده الجزائر للجهاز التنفيذي للكاف، لانهم اقتنعوا تماما بان مكانه الجزائر في هذا المكتب التنفيذي يجب ان تكون كمرحله اولى، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث في العالم يعني السياسيه، يعني في عالم السياسة كما في عالم الرياضة. على هذا المستوى لا تصدر تصريحات إعلامية عن مسؤولين في المستويات المعنية إلا بحسابات دقيقة وأهداف محددة وأغراض واضحة وفي مكان والتوقيت المناسب، وهو ما ينطبق على التصريحات التي أدلى بها نائب الأول لرئيس الكاف رئيس الاتحاد السنغالي سانغور، والتي قال فيها بأنهم يعني بأنه يدعم عودة الجزائر إلى المكتب التنفيذي للهيئة القارية، لأنها أمر منطقي باعتبارها من كبار الدول في كرة القدم الإفريقية. آخر المعطيات التي آخر المعلومات من داخل أروقة الكاف من خلال صديق إعلامي مصري مختص في شؤونها تقول يعني كالتالي، هذا إعلامي مختص،
انا نقول لكم يخدم الداخل الاتحاد الافريقي حبيبنا اخونا يعني يعطيني ما يعطي ورقه وستيلو خويا انا كي نكتبها يا لهنا ورقه وستيلو ماشي كذب يعني المرحله الاولى يا رجل قوي في الكره المصريه هاني ابو ريده لن يترشح للعضويه الكاف بل سيترشح لعضويه المكتب التنفيذي للفيفا وبحسب ذات مصادر فان ابو ريده يسعى للعوده لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم وكذلك ترشح مجددا لعضوية الفاب خاصة وأن حصوله على العضوية المكتب التنفيذي للفيفا يسمح له تلقائيا بحضور اجتماع المكتب التنفيذي للكاف. 2 باتريس موتسيبي رئيس الكاف الحالي في ارتياحية كبيرة من أمره للفوز بالعهدة الجديدة على رأس الكاف بعدما حصل على الدعم 44 اتحادية إفريقية لكرة القدم لحد الآن بما فيها الجزائر التي دعمته منذ البداية. 3 المغرب رسميا وفوزي لخجع في وضعية صعبة جدا بعدما عمل في الخفاء على الإطاحة برئيس الكاف الحالي باتريس موتسيبي وعمل المستحيل لإقناع المصري هاني أبو ريدة بالترشح للمنصب غير أن ذات مصادر مقربة من أبو ريدة أكد بأن هذا الأخير فهم جيدا بأنه قد يخسر كل شيء بما فيها العضوية الفيفا إن أن النفذ يعني خطة تنفيذ الخطة المغربي فوزي لخجع إن نفذ خطة المغربي فوزي لخجع. 4 ملف التونسي لعضوية الكاف سيرفض في أي حال من الأحوال من الناحية القانونية إن قررت اللجنة الانتقالية لتسيير الجامعة التونسية ترشيح أي عضو وبحسب ذات مصادر فإن التونسيين على علم بهذا. 5 الجزائر بمرشحها وليد صالح في أحسن رواق للظفر بعضوية الكاف من منطقة شمال إفريقيا. رئيس الفاف الحالي الجزائري وليد صالح أصبحت له سمعة طيبة للغاية وفي ظرف وجيز داخل دواليب الكاف وتنبأ له المصدر مصري المختص في شؤون الكاف بتكرر ما حققه السيد الحاج محمد راوراوا سواء على مستوى الكاف أو حتى الفيفا فيما بعد. وبعد سرد هذه المعلومات من مصادرها واجب أن أوضح 6 نقاط مهمة وهي أولا أن على السلطة البلاد عملت منذ مدة على أن تعود الجزائر لمكانة الطبيعية في الكاف وستعود بإذن الله. 2 رئيس الحالي لاتحاد كرة القدم وليد صالح قام ولا زال يقوم بدور مطلوب منه حتى تعود الجزائر لمكانها الطبيعي وستعود بإذن الله. 3 كل الوطنيين وعلى اختلاف مواقعهم دعموا ويدعمون رئيس الحالي للفاب حتى تعود الجزائر لمكانها الطبيعي وستعود بإذن الله بقيادة السيد الحاج محمد راوراوا الذي يقوم بحملة انتخابية كبيرة للسيد وليد صالح يعني بالمعرفة 4 المغرب رسميا وفوزي لخجع يعني وإن 4 المغربي مغرب رسميا وفوزي لخجع عمل ويعمل كل شيء من أجل أن لا تعود الجزائر لمكانها الطبيعي وستعود بإذن الله. 5 وهي أخطر أن يعني أن صح ما تم تداوله بشأن قيام بعض الأشخاص من الجزائر بتحريض أشقاء التونسيين لوضع ملف ترشحهم لمنافسة الجزائر هنا واجب توقف بل واجب القول بأن فتح تحقيق أمني بخصوص هذه المعلومات والتي تم تداولها في البلاطوهات الرياضية بات ضروري لأن من قام أو أقاموا بهذا الفعل هو خائن أو هم يعني خونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن المستهدف هو الجزائر قبل مرشحها هذه باش يكون على بالكم. 6 يجب أن تتوقف أي تصريحات إعلامية غير مدروسة أو بالأحرى غير مسؤولة لسبب أو لآخر من طرف الفاعلين في الشأن الرياضي السابق أو حتى الحالي في هذا الملف وتركه للمعني بشأن عدة أسباب ولن أشرح أكثر لدواعي المعنية. هذه الجزائر عادت ولن ترضى إلا بمكانة طبيعية في الكاف بالتالي خويا لازم
صورتو الناس حسب ما تداول في الإعلام باللي كاين ناس راهم يدعموا في واحد تونسي منا من الجزائر. يا خويا لازم الشرطة الأمنية تتدخل وكشف هذا الخونة هذه والتصريحات الزائدة مكاشي هذه لازم.